غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. الو الو سلام ونعمة، ابو رشيد الفرزل؟ نعم. اهلا وسهلا بيك، ربي يباركك. معك ابو مريم من امريكا. يا هلا يا هلا، اهلا، تفضل. شكرين على ادبك وسعه صدر. اهل لبنان طيبين وعندهم سعه صدر واخلاقهم عاليه. يعني في امكانيه بس ناخذ ورقه ده؟ في امكانيه بس حضرتك راعي الابرشيه؟ غير عم مصاري. اي نعم. طب ممكن ناخد بس نتشرف باسم حضرتك؟ انا اسمي جوزيف. اهلا سعاده الخور جوزيف، ربي يباركك. سعاده الخور جوزيف حبيبي، ربي يباركك، ربي يباركك ويستخدمك في خدمه الاتصالات. سعاده الخور، تسلم يا حبيبي. امين امين، تسلم. سعادة الخوري جوزيف، كان عندي استفسار بسيط لو تكرمت، يعني في إمكانية؟ ما يقدر تحكي؟ في استفسار بسيط، يعني استفسار في موضوع. تفضل. متشكرين يا فندم. طبعا التوراة أو العهد القديم بيتكلم على المسيح المنتظر، ففي معايير خاصة بالمسيح. المعيار الأول يكون ابن داود، وطبعا كما حضرتك تعلم في سفر العدد من إصحاح الأول من العدد 1-18 الأنساب في علم الكتاب المقدس ينسب الابن إلى أبوه. ارجع لسفر العدد الإصحاح 1 من عدد 1-18. 2، جمع اليهود من الشتات كلهم يرجعوا فلسطين. 3، بناء هيكل سليمان. 4، يسود عهد سلام عالمي، مفيش حرب بعد كده. 5، الاحتفاظ بالتوراة. 6، معرفة لإله التوراة ألوهيم. هل هذه الشروط أو المعايير تنطبق على يسوع؟ نبدأ بالجزء الأول ودي أهم شيء، ابن داود. لو حضرتك رجعت للكتاب المقدس هتلاقي هنا مثلا الريفرنس أو المرجعية أو النصوص الخاصة. ارجع لسفر التكوين الإصحاح 49:10، ارجع حضرتك، يكون من لمباشر مباشر للملك داود والملك سليمان. ارجع حضرتك سليمان الثاني الإصحاح 7:12-14. ارجع حضرتك لأخبار الأيام الأولى الإصحاح 22:29. فكيف يكون يسوع من نسل داود وحسب التوراة الابن ينسب لأبوه ويسوع ليس له أب؟ تفضل. ايوه سعادة الخوري. يعني الكتاب المقدس كما حضرتك تعلم واضح، لو ترجع لانجيل متى انجيل لوقا بيتكلم على الميلاد العذر يسوع، وان هي لم يكن لها علاقه بانسان ابدا. الكلام ده موجود في إنجيل متى والكلام ده موجود في إنجيل لوقا. مثلا في إنجيل لوقا 1:34 فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ ما هو لابد يكون ابن رجل، ابن إنسان. طب هي ما تعرفش رجل. نفس الكلام بيأكده هنا إنجيل متى في الإصحاح الأول لما بيقول إن يسوع ولم يعرفها، والمعرفة كما قرأت لحضرتك في إنجيل لوقا المعرفة الجنسية، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. فكيف يكون يسوع هو المسيح؟ ومن المعيار الأول أن يكون ابن داود، وكما حضرتك قلت لحضرتك حسب علم النسب في التوراة الابن ينسب إلى أبوه ويسوع ليس له أب. تفضل.
حضرتك ما رديتش يا فندم. ليه حضرتك سكتت ليه يا فندم؟ سكتت ليه حضرتك؟ يا سعادة الخوري، سعادة الخوري حضرتك سكتت ليه يا فندم؟ انت عارف حضرتك معنى الكلام ده ايه؟ اذا يسوع ليس هو المسيح. لان حضرتك لو رجعنا انا منتظر حضرتك ترد في اي وقت. لو حضرتك لو اخذنا واحد واحد، اولا النص الاول قلناه اللي هو يكون ابن داوود ابنه من نسله فعلا. اثنين بيقول حضرتك هنا ان هو موضوع اعاده بناء الهيكل. اعاده بناء الهيكل، اعاده بناء الهيكل حضرتك ارجع حضرتك لي شوف حضرتك اقول لك ترجع فين. سبت يهوذا اوكي تجمع اليهود من المنفيين. ارجع حضرتك لتسنية 30:3 اشعياء الاصحاح 11 العدد 11:2 ارميا 30:3 حزقيال 17:11 حزقيال 24:36 حزقيال 37:12 الكلام ده لم يحدث. انا منتظر رد حضرتك يا فندم، منتظر ترد على اي معيار من هذه المعايير. ثلاثة حضرتك بناء الهيكل، نجد هذا الكلام فين؟ اشعياء الاصحاح 2 العدد 2:3 اشعياء الاصحاح 56 العدد 6:7 اشعياء اشعياء الاصحاح 56 العدد 60 العدد 60 متاسف اشعياء 60 العدد 7 تمام. حزقيال الاصحاح 37 العدد 26 27 ملاخي 3:4 زكريا 14 العدد 20 21 ده بالعكس الهيكل بعد يسوع تم هدمه بعد 38 سنة. فكيف يكون يسوع المسيح؟ أنا منتظر حضرتك ترد عليا، إلى الآن ما ردتش. تمام حضرتك؟ بعد كده حضرتك لابد من مراعاة التوراة. الكلام ده موجود في عهد السلام الأبدي، يكون في عهد السلام أبدي. مفيش حروب بعد كده. الكلام ده موجود فين؟ الكلام ده موجود حضرتك في ميخا الإصحاح 4 من العدد 1-4. الكلام ده موجود حضرتك في هوشع 22 في إشعياء الإصحاح 2 العدد 1-4. بعد كده خمسة مراعاة التوراة التي يعتنقها اليهود. الكلام ده حضرتك موجود فين؟ موجود حضرتك في حزقيال 4:37-24 تسنية 30 العدد 10:8 ارميا 31:32. انا الى الان منتظر حضرتك ترد عليا يا سعادة الخروج جوزيف، انا منتظر ترد عليا. طيب اخر شيء المعرفة العالمية بإله بالإله التوراة ألوهيم. الكلام ده هتلاقيه موجود في زكريا 3:9 زكريا 23:8 متأسف 8:23 زكريا 14:9 16 إشعياء 45:33 إرميا 31:33 حزقيال 38:23 مزمور 86:9 فينك لم يعني ما في شيء ينطبق على يسوع إطلاقا. فكيف يكون يسوع المسيح سعادة الخروج جوزيف؟ يا ريت حضرتك تسمع مني كلمة يعني ناخد بركة وترد عليا حضرتك. إلى الآن لم يحدث هذا الكلام، فكيف يكون يسوع المسيح؟ طب أسعدت القس جوزيف، أنا بس عاوز أقول لك رسالة بس. نعم أنت راجل مؤدب وأنت راجل محترم، بس خليني أقول لك رسالة خاصة بمناسبة الأعياد وكده يعني. شوف يا سعادة القس، أولا أنت بتحتفل بكريسماس، تعتقد أنه عيد ميلاد يسوع. الكلام ده غير صحيح. الكتاب المقدس فيه دليل أن يسوع لم يولد في الشتاء. فين الدليل؟ الدليل في إنجيل لوقا
الرعاه كانوا بيرعوا الغنم بالليل، وده مستحيل يكون في فلسطين. لماذا؟ لان في الوقت ده بيكون في سنو وتلج. النقطه الثانيه سعاده الاخوه جوزيف، ان اساسا تاريخ الميلاد مش تاريخ ميلاد يسوع، تاريخ ميلاد يسوع غير معروف. النقطه الثالثه باعتراف الجميع ان التاريخ ده غلط، المفروض يسوع مولود 4 سنين قبل هذا التاريخ. النقطه الثالثه يا فندم ان 25 ديسمبر هو اساسا مأخوذ من الوثنية. جميع هناك قبل يسوع 16 إله وثني كلهم بيشتركوا في تاريخ الميلاد 25 ديسمبر. لماذا؟ لأنه العبادة للشمس، هذا بيسمى الانقلاب الشمسي عندما يطول النهار 24-25 ديسمبر. الكنيسة لماذا اختارت هذا اليوم؟ لأن في هذا الوقت كان اللي بيؤمنوا به الإله الوثني مترا، وكان تاريخ الميلاد 25 ديسمبر. مش كده وبس حضرتك، حتى يوم اليوم المقدس عندك ساندي. ساندي الترجمة خاطئة، مش الأحد. ساندي يعني يوم الشمس، لأن أنت بتعبد الشمس، ولذلك الكتاب المقدس يقول على يسوع شمس البر، شمس البر. فالعياد دي كلها عياد وثنية ليس لها علاقة بيسوع. شجرة الميلاد وثنية، ارجع لقبائل الوثنية كانت في ألمانيا، كان بيعملوا شجرة الوثنيين ويضعوا عليها هدايا، حتى الهدايا وثنية. فأنا بقول لك النقطة الأخيرة يا سعادة الخور يوزيف، أنت بتعبد إنسان، إنسان. هل الكلام ده من عندي أنا؟ أنا منتظر حضرتك ترد. والله من كتابك المقدس يقول يسوع: أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمع من الله. يقول بولس أن يسوع إنسان لأنه يوجد إله واحد، وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. بطرس يقول أن يسوع إنسان: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل إنسان قد تبرها لكم من قبل الله بآيات وعجائب صنع الله في وسطكم كما أنتم تعلمون. يسوع يقول إن هو إنسان، بطرس يقول عليه إن هو إنسان، بولس يقول عليه إنسان، تلاميذ عمواس يقول المختص بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدر عند الله والناس. يوحنا يقول عليه إنسان، يوجد لنا شفيع عند الله الآب البار، البار يسوع المسيح. أنت بتعبد إنسان. هذا الإنسان طبعا أنت بتقول طبيعتين، اولا كلمه ناسوت غير موجوده في الكتاب المقدس اطلاقا، والكتاب يقول الايمان بالخبر والخبر بكلمه المسيح. المسيح ابدا لم يقول انا ناسوت الاول، او انا لي طبيعه الهيه وطبيعه ناسوتيه. هذا الانسان اللي انت بتعبده كان بياكل ويشرب. مين اللي بيقول كده؟ يسوع. يسوع يقول ايه؟ جاء ابن الانسان ياكل ويشرب، فقالوا هذا انسان سكير وشرب له الخمر. طبعا حضرتك تعرف سكير يعني مدمن الخمر، متاسف، سكير يعني مدمن، واكل يعني شره في الاكل، مش كده وبس. طبعا حضرتك تعرف ان الاكل والشرب بيلزموا اخراج الطعام. هذا اللي انت بتعبده كان بيخرج الطعام، في دليل على ذلك. نعم، ومن كلام يسوع، كل الكلام من كلام يسوع، انجيل متى 15-17: الا تفهمون بعد ان كل ما يدخل الفم يمضي الى الجوف ويندفع الى المخرج. المخرج طبعا معروف فين؟ معروف المخرج ما تدخل الحمام. سعاده الخور جوزيف عندك شيء تقوله؟ فانا بقول لك كما يقول الكتاب المقدس: كما ودع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه. انت شايف حضرتك بابا، وانت راجل كاثوليكي، البابا بندكت ما اعرفش مات ولا لسه بيموت، بيموت الان. اذا كان يسوع نفسه مات، والله لا يموت، مين يقول كده؟ يسوع نفسه. انجيل يوحنا 6-57: الاب الحي الله لا يموت، اللي انت بتعبده مات. يسوع نفسه بيقول كده، بيقول الله لا يموت، الاب الحي. بولس يقول كده: الذي وحده له عدم الموت. بولس يقول: وملك الدور الذي لا يفنى.
كتاب المقدس يقول ألست أنت منذ الأزل يا رب إله قدوس لا تموت. بتقبض إنسان كان بيأكل ويشرب ويخرج الطعام ثم مات. هذا الإنسان لم يطلب العبادة لنفسه بل طلب العبادة لله الآب. إنجيل يوحنا الإصحاح 4 من العدد أعتقد 19 للعدد 24، أنتم تعبدون ما لا تعلمون ونحن نعبد ما نعلم. هو بيعبد الله الآب، ولكن تأتي الساعة وهي الآن حين العابدون الصادقون يعبدون الآب. لماذا؟ لأن الآب طالب مثل هؤلاء العابدين. يقول العبادة للآب، يقول له يعبد الآب، يقول للآب طالب الناس أن تعبده. أنت تؤمن أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد؟ ليس هناك نص في الإنجيل يقول يسوع أنا لي طبيعتين، طبيعة إنسانية وطبيعة لاهوتية. أنت بتؤمن سبب مجيء يسوع وخطية آدم. يسوع لم يتكلم على آدم ولم يتكلم خطية آدم، بل نفى خطية آدم. يقول يسوع في إنجيل يوحنا، لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية. فين الخطية؟ فين خطية آدم سبب التجسد والفداء؟ يسوع يقول عندما قدموا إليه أطفال فانتهرهم التلاميذ. ماذا قال يسوع؟ لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. كيف يكون الطفل حامل الخطية هو داخل الملكوت؟ إزاي؟ يسوع ينفي موضوع الفداء، ينفي موضوع الفداء وينفي الخطية. إنجيل متى الإصحاح 9 العدد 12 يقول يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. مين صح؟ بل اذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد، رحمة لا ذبيحة. وانت بتؤمن أن يسوع والذبيحة التي قدمناها لله على الصليب الخروف المذبوح، وكلام يسوع اقتباس من هوشع 6:6، مش كده بس، لأني لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. كيف يكون هناك أبرار وهم حاملين خطية آدم؟ هو جاي بس للخطاة، كما يقول الكتاب المقدس إلى خصته جاء وخصته لم تقبل. اذهبوا بالحري إلى خرابة إسرائيل الضالة. أنت بتقول يسوع الله الإبن، أين نجد لفظ الله الإبن من فم يسوع؟ أنت بتقول إن يسوع هو الله الكلمة، أين قال يسوع عن الله الكلمة؟ أنت بتقول إن يسوع والله الإقنوم الثاني، أين أساس كلمة إقنوم؟ كلمة ناسوت، سلوس، تسليس، أين؟ ما مش موجود في الكتاب المقدس. ولذلك يسوع يقول وباطلا يعبدوني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس. أنا بقول لك نصيحة، اللي بيكلمك اسمه وسام عبد الله. وسام عبد الله، اكتب وسام عبد الله، اعمل بحث حضرتك في الانترنت، وسام عبد الله. نصيحه لوجه الله، كلنا هنموت، البقاء لله. حتى يسوع مات، والكتاب بيقول كما وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه. يوم الدينونه والله حتى يسوع نفسه ما ينفعك. هل ده استهزاء؟ والله ما استهزاء، ده كلام يسوع. يقول يسوع إنجيل يوحنا أعتقد 3:12، رسالة متأسف، رؤيا يوحنا 3:12، من يغلب فسجله عمود في هيكل إلهي ولا يعود إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي ومدينة إلهي النازلة من السماء من عندي إلهي. يوم القيامة يقول يسوع إلهي 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 إلهي. يوم القيامة عبد. ما أين وضع يسوع يوم القيامة؟ اسمع ماذا يقول بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس 15:28، وعندما يخضع له الكل حينئذ الابن نفسه سيخضع للذي اخضع له الكل حتى يكون الله الكل في الكل. كيف يكون الله خاضع لله؟ الابن خاضع لله يوم القيامه في الناسوت. فانا بقول لك راجع نفسك كده واشهد بشهاده يسوع. يسوع يقول ان الاب هو الله وحده، انجيل يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك الآب أنت الإله الحق وحدك. حضرتك ما تقوليش أنا والآب واحد. لماذا؟ لأن لو قلتي كما أي واحد مسيحي يقول أنا والآب واحد، دليل على لاهوت المسيح، لأن معناها أن هو طبيعة الآب. هقول لك كده ده الشرك. لماذا؟ لأن الآب ليس هو الإبن. مين اللي بيقول كده؟ يسوع اللي بيقول كده. فين الكلام ده؟ بيقول كده فين؟ اليهود سألوا يسوع أكثر من مرة، يا سعادة الخوري جوزيف ممكن حضرتك بس أسمع صوتك لو تكرمت؟
لو سمحت. ساعات الخورج وزيد. طب انا هكمل. شوف، اليهود كانوا بيطلبوا من يسوع واحد يشهد له اخر، شخص غيره. ارجع حضرتك لانجيل يوحنا 8:13، انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حق. اسمع ماذا قال يسوع، العدد 17، وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق. الكلام ده موجود فين؟ فعلا صح، موجود في التوراة، موجود في التثنية، تثنية 19:15، يقول على فم شاهدين او على فم الثلاثة شهود يقوم كل امر. لابد يكون واحد غيرك انت بيشهد لك، ما ينفعش انت تشهد لنفسك. نفس الكلام قرره بولس في الرسالة الثانية لكورنثوس 13:1، على فم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة. فماذا قال يسوع؟ قال ايه؟ انا هو الشاهد لنفسي ويشهد للاب الذي ارسلني. اذا الاب اخر. كرر الكلام ده يسوع مرة اخرى، انجيل يوحنا الاصحاح 5 العدد 31، يقول لليهود ان كنت تشهد لنفسك شهادتك ليست حق. قال يسوع الذي يشهد لي هو اخر، شخص غيري انا، someone else، another person. من هو الشاهد الاخر؟ العدد 37، والاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا ابصرتم ايضا. الاب ليس هو الاب، الاب اخر. مين يقول كده؟ يسوع. طيب اذا كان يسوع ليس هو الاب، واذا كان يسوع بنفسه يقول ان الاب هو الله وحده، انجيل يوحنا 17:3، واذا كان حسب العقيده المسيحيه الذي يقول يسوع هو الاب، هرتقط سابيليوس وهرتقط مؤلمي الاب، فكيف نقول يسوع هو الاب؟ متاسف، كيف يقول يسوع هو الله؟ ولو قلنا يسوع مساوي للاب في الجوهر ومساوي للاب في اللاهوت، يبقى انت كده بتعبد اكثر من شخص، ودي حقيقه فعلا، لان الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس. سعاده الخور جوزيف عاوز يقول شيء؟ سعاده الخور جوزيف، سعاده الخور جوزيف، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديك. الله يهدينا ويهديك، الله يهديك الى الاسلام. كان معانا لواء مباشره الان الخوري جوزيف، راى ابرشيه الفرزل وزحله والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك. كان معانا الان الخوري جوزيف، راى ابرشيه الفرزل وزحله والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك. مع تحيات اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم، أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه، فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبر؟